على غرار العاصمة الإدارية الجديدة تأتي مدينة غرب قنا الجديدة، أول مدينة ذكية بالمحافظة، حيث إنها إحدى مدن الجيل الرابع. تتمتع مدينة غرب قنا الجديدة بموقع استراتيجي هام، حيث يتميز موقع التجمع العمراني بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالي 5 كيلومتر، ويستوعب 550 ألف نسمة في سنة الهدف. صدر القرار الجمهوري رقم 168 لسنة 2017 ميلاديا بتخصيص مساحة 8971 فدان بمحافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة المجتمع العمراني الجديد. تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 1400 فدان، وشهدت المدينة وضع حجر الأساس في الأول من مارس عام 2018، فيما تمثل مدينة غرب قنا الجديدة مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية. والمخطط العام للمرحلة الأولى يتضمن قطع أراضي استثمارية وقطع أراضي إسكان متميز وعمارات إسكان اجتماعي وعمارات سكن نصر وفيلات سكنية ومولات تجارية ومباني خدمية وترفيهية، بما يضمن توفير حياة آمنة وكريمة لأبناء محافظة قنا. بلغ حجم الاستثمار بمدينة غرب قنا الجديدة حوالي 3 مليار جنيه للمشروعات الجاري تنفيذها حتى تاريخه، أولها تتمثل في قطاع المرافق. تعد مشروعات المرافق من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة. بالنسبة لأعمال البنية الأساسية للمدينة، جاري تنفيذ أعمال شبكات المياه، الري، الصرف الصحي والطرق للمرحلة الأولى بالمدينة بنسبة إنجاز 90%، وتم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الإسفلتية لمدخل المدينة والطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات بطول حوالي 3.5 كيلومتر. بالنسبة لمحطة تنقية المياه، جاري تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 34.5 متر مكعب في اليوم بنسبة تنفيذ حوالي 35%، وتقدر الطاقة الإجمالية للمحطة ب 172.5 متر مكعب في اليوم. أما بالنسبة للمأخذ على النيل، فإن العمل يجري على قدم وساق بيارة المأخذ وكذلك الكوبري المعدني لمواسير السحب. بالنسبة للخط الناقل، تم الانتهاء من أعمال التركيب بالخط بطول حوالي 8 كيلومتر، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال العديات والدفع النفقي أسفل طريقنا الأقصر الصحراوي. بالنسبة لأعمال شبكات الكهرباء للمدينة، جاري تنفيذ أعمال شبكة كهرباء بمساحة 430 فدان، وذلك بقيمة تقديرية 272 مليون، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 60%. أما بالنسبة لمحطة الكهرباء المغذية للمدينة، فقد شهدت المدينة الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء موبايل بقدرة 40 ميجا فولت أمبير شاملة أعمال الخط الهوائي. وجدير بالذكر أنه تم إطلاق التيار بالمحطة في 14 من يناير عام 2021 ميلادي. ثانياً، قطاع الإسكان. يبلغ إجمالي عمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة 136 عمارة بعدد 3264 وحدة، ونجح جهاز المدينة في إنجاز عدة مشروعات، حيث شهدت المدينة الانتهاء من تنفيذ 30 عمارة إسكان اجتماعي بعدد 720 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية، وتم نهي أعمال تنسيق الموقع الخاص بها وجاري التنسيق لطرح حجز تلك الوحدات للمواطنين. وكذلك جاري تنفيذ عدد 106 عمارة إسكان اجتماعي بعدد 2544 وحدة ضمن المرحلة الرابعة بنسب تنفيذ 60%. أما عن سكن مصر، فجاري تنفيذ 30 عمارة سكن مصر بالمدينة بعدد 720 وحدة بنسبة تنفيذ بلغت 55%. وأخيراً، قطاع الخدمات. شهدت المدينة الانتهاء من تنفيذ عدد من المباني الخدمية بأنشطة مختلفة اتساقاً مع توجيهات وزارة الإسكان، وتشمل سوق تجاري، حضانة، ملعب ثلاثي، مدرسة تعليم أساسي، وحدة صحية، قسم إطفاء، وجاري الانتهاء من تنفيذ قسم شرطة. وبالحديث عن موقف الأراضي الاستثمارية، تتضمن المدينة وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وحيث تشهد المدينة إقبال المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية بأنشطة متنوعة، وقد تم تسليم موقع بمساحة 10,000 متر مربع لإنشاء مدرسة خاصة لخدمة أبناء مدينة قنا. لقد قطعت قنا شوطاً طموحاً محاطاً بقدر كبير من التحديات في إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الحلم مستمر وسيستمر بالعمل والكفاح لتحقق مصر تنميتها ورؤيتها.